متواصلة تبذلها الأطقم الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا نسوقه من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة. خلية تتبع خاصة بجائحة كورونا تم إحداثها، وأزيد من 60 سرير توفرها مصلحة الإنعاش والتخدير للتكفل بالحالات الحرجة. محمد بلاوي ورشيد العتابي. هنا بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة تم خلق منحة جديدة من أجل تفادي اختلاط المرضى المحتمل حملهم للفيروس كوفيد-19 بالمرضى الآخرين، وإنشاء مصلحة متخصصة بالعزل والتكفل بالمرضى المصابين، تجند وتعبئة شاملة لكافة الأطر بهدف التكفل بحالات الإصابة المحتملة بوباء كورونا. عندنا واحد لا يونيتي دو ترياج، يونيتي دو ترياج في الباب ديال لوبيتال، باب ديال لي زيجونس الفرز، في الباب ديال المستعجلات، تما فين كيكلاسيو الناس اللي كيكونوا محتملين. هاد الناس اللي كيكونوا محتملين حنا كنستقبلوهم، عندنا دي بوكس ديال ليزولمون، لي بوكس ديال ليزولمون، كنستقبلوا الناس سواء عن طريق مباشرة عن طريق الناس اللي جايين برا، سواء عن طريق السامي اتصال بالرقم 141. وبمصلحة الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة تم إعداد مخطط عمل مستعجل وتوفير أسرات إضافية للإنعاش مجهزة بمختلف الوسائل الضرورية، والهدف تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المصابين بكوفيد-19 والتصدي لهذا الوباء. مصلحة الإنعاش جاهزة لاستقبال مرضى كوفيد، والمرضى اللي في حالة حرجة والتي تحتاج للتنفس الاصطناعي والبريزان شارج توتال. قمنا بإعادة توزيع مختلف المصالح باش نزيدوا من القدرة الاستشفائية لهذا المرضى اللي غنخصوها لهذا المرضى المصابين بكوفيد-19، بالاضافه على انه في مصلحه الانعاش قمنا دابا بتخصيص 60 سرير انعاش مجهزه لاستقبال الحالات الحرجه، واللي الى اقتضت الضروره تقدر توصل حتى ل 100 سرير انعاش. هذا الطاقم الطبي والتمريضي والشبه التمريضي يبقى هنا بمصلحة الإنعاش والتخدير 15 يوما بدون انقطاع، وذلك لتقديم المساهمة والمساعدة لهؤلاء المرضى. إذن تعبئة شاملة وجهود من أجل التكفل بهؤلاء المرضى، ويبقى دور المواطن أن يلتزم بمختلف القرارات التي تصدرها الجهات المختصة. محمد بلاوي ورشيد العتابي من مصلحة الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة للأولى.